لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. عريف يحاول التمرير في اتجاه لويس ميتيس، لويس ميتيس وسداد حصل لا ترضي عديد من جماهير الوداد، ولكن بدو الزكي يبقى له القرار الأول الأخير. هناك عدة خح يشكل أحد لا إسيانة، ستكون تسديدة مباشرة في تف خالد سقاط في محاولة انفراد، ولكن خالد سقاط في موقف تسلل ممتاز. سيد عريف يبحث عن اختراق، ممتاز 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 عبد الحقيقة عريف، أجمل لو أنه سجل، وستكون إحدى أروع اللقطات في هذه اللقطة بالذات. كان عبد الحق أيت عريف أن يسدد بشكل جيد. نتابع الإعادة لروعة اللقطة ولروعة فنية عبد الحق أيت عريف، ولكن هشام الويسي لويس موتي لاعب ياسين كردي كسر التسلل بالفعل. أيوب سكومة يبحث عن الاختراق، ضربة رأسية جميلة وتمريرة ممتازة من أيوب سكومة. نشاهد ضربة رأسية ورد فعل سريع من الحارس يوسف بن مويح. كيف ما قلت لكم في الجولة، إذا حماد الوالي العالمي كرة أمامية في اتجاه فوزي عبد الغني. فوزي يسدد، الوداد فقط تريد الهدف، واصل الآن كرة عالية نادي المياغري. بالفعل فريق النادي الخريطري يلعب بدون ضغط. هشام العروي محاولة خطيرة تسديد هدف، محاولة الآن للوداد، كرة عالية ضربة رأسية. نشاهد الإعادة والضربة الرأسية لمصطفى بدودان بن مويح في المكان المناسب. تمريرة كانت ممتازة، أول لمسة لمصطفى. لاعبين إيسيا أوندرسون كرة أمامية، ما كاينش هناك تسلل، محاولة. الوداد الآن كل الثقل على بيدودان. يا سلام بيدودان، وكأنه أرسل إشارة قوية للجماهير بأنه يظل هداف وقناص. لم يريد دخول مصطفى، ولكن لم يريد تغيير فوزي عبد الغني بمصطفى، لكن دخول مصطفى بدودان كان فعل خير وزف البشرى لجماهير الوداد البيضاوي وحقق الهدف. كانت معنويات مصطفى بدودان واضحة، أراد البحث عن الهدف وبالتالي لم ينتظر كثيرا. 5 دقائق كانت كافية، أكيد بأنه ثقل دكة الاحتياط لديها وقع كبير على أي لاعب، وبالتالي أثناء الدخول يكون بمعنويات مرتفعة. لا أحد يناقش كفاءات مصطفى بدودان، لكن هناك مهاجمين فقط من المفروض على بدو الزكي أن يختار الزاوية. أحمد أجدو كرة عالية ضربة رأسية، التفوق. الوداد البيضاوي يسجل هدف التفوق ومويتيس يلتحق بنجدي. إذن الوداد البيضاوي حول الهزيمة إلى فوز، لكن هذا لا يعني إقصاء حدود النادي القنيطري. إذن الوداد تحقق فوز في حدود الدقيقة 75. شاهد الإعادة، تنفيذ الزاوية، ارتقاء جيد لمويتيس. أحمد أجدو نفذ الزاوية بشكل جيد وارتقاء جيد لمويتيس أمام ياسين، ودعت ومحاولة الآن مهاجميه وفي دكة احتياطيه التقليدي الرجاء البيضاوي. كرة عالية ضربة رأسية أو عن فوز، وحديث سابق لأوانه. ينفذ كرة عالية ضربة رأسية، دقيقة ونصف لنهاية
الوقت القانوني